الوغ دابا وصلنا كيف ما كتشوفوا معايا للسؤال السابع. هو طبيعة الحال ماشي سؤال، هو قال لك جولي لو تيكست دون مانيير اكسبريسيف، اقرا التكست بطريقه النص بطريقه معبره. اذا غنعلمكم طريقه كيفاش تقراو النص بطريقه معبره. طبيعة الحال كنحاولوا اننا في الوقف كنوقفوا فاللي كان عندنا بوان يعني اغي يعني باغ اغي خصك توقف، بوليسي تماك خصك توقف. الا كانت عندنا فيرغول كان نتسنى واحد 2 سكوند 3 سكوند ياكو. وطبيعه الحال لاطوناليتي داك لو ريتم ديال لا كيسيون، الا كان عندنا كيسيون طبيعه الحال تبان ديك لاطوناليتي هذيك لو ريتم هذيك لا ميوزيك ديال انها كتبين انها كيسيون. ولا كانت اون فراز افيرماتيف طبيعه الحال راه خاصك تبان انها اون فراز افيرماتيف. دابا غادي نقرا بطريقه معبره وانتم تبعوا معايا باش تستافدوا كيفاش كنوقف وكناخذ النفس ديالي في لاغي يعني في عند البوان. lorsque je trouve un point je dois m'arrêter. OK. est-ce que tu as trouvé l'homme qu'il me faut qu'il me faut ماشي qu'il me faut qu'il me faut هذيك لا طوناليتي خاصها تبان، هذيك لو ريتم خاصو يبان ديال لا كيسيون. Est-ce que tu as trouvé l'homme qu'il me faut? Oui, il est là. Oui, il est là. Oui, qui n'a virgule rien. Une, deux secondes. On commence. Il est là. Non, bref. Il est là. Ou si y a question, la même question. Il est là. Arrêt. Point. Son âge. Son âge. Amro. Chal Amro. Son âge. 30 ans. C'est un homme fort et intelligent? Oui, il n'a peur ni du froid, ni de la faim, ni de la soif, ni de la fatigue. Point. Il a tout ce qu'il faut pour réussir là où d'autres ne pouvaient pas. Comment s'appelle-t-il? Michel Strogoff. Est-il prêt à partir? Il attend vos ordres. Qu'il entre tout de suite. Michel Strogoff est grand et fort. Son regard droit montre qu'il a le vrai courage, c'est-à-dire le courage sans rien dire. Mais quand on le voit marcher, on se rend compte qu'il est sûr de lui et sait ce qu'il veut. Il est l'un des meilleurs officiers du tsar. Puisqu'il est né en Sibérie, il connaît bien ce pays et comprend les langues que parlent les gens de ces régions. Son père, mort depuis 10 ans, habitait la ville d'Omsk où sa mère, Martha Strogoff, vit encore. C'est là, au milieu des forêts, que Michel Strogoff a été élevé durement. Le vieux Strogoff était un redoutable chasseur. Depuis l'âge de 11 ans, Michel est allé à la chasse avec son père. À 14 ans, il a tué son premier ours, tout seul. Il a su enlever la peau avec son couteau et il a tiré la bête jusqu'à la maison de ses parents. Après une vie d'enfant comme celle-là, arrivé à l'âge d'homme, Michel Strogoff peut rester 24 heures sans manger, 10 nuits sans dormir. Il sait trouver sa direction même dans le brouillard des forêts, même quand la neige tombe. À 20 ans, il a décidé de devenir officier. D'après Jules Verne, Michel Strogoff. Alors, on a essayé de vous lire une manière معبرة. حاولوا انكم تعاودوا الفيديو تقراو معايا في نفس هذا لو ريتم هذا. اوكي، دابا نمشي نقراو جو روتيان تري فيت باش نعرفوا ونشرح لكم علاش كان هذا الدرس هذا. جو روتيان لي زانفورماسيون دوني سور ان بيرسوناج برينسيبال، المعلومات المعطات على واحد الشخصيه رئيسيه. عطاونا لو نو اي برينو اي نو، عطاونا الاسم ديالو واللقب ديالو الكنيه ديالو الكنيه ديالو لاج العمر ديالو الميتيي المهنه ديالو كاليتي فيزيك يعني المميزات الفيزيائيه والكاليتي مورال المميزات يعني العقليه والفكريه واللي يقدر يقوم بها حتى الاخلاقيه وكذلك يعني الاشياء الخفيه اللي الغير الملموسه.
Alors, كما قلت لكم علاش قرينا في هذا الدرس هذه لي كاركتيرستيك دان بيرسوناج برينسيبال؟ علاش؟ لان في لا نوفيل ديالنا اللي كنتعلموها في الدوره الثانيه باش نكتبوها في الامتحان او في الفرض، خاصنا نكتبوا الشخصيه الرئيسيه، خاصنا نكتبوا نعطيوها هاد لي كاركتيرستيك، نعطيو الاسم ديالو، نقولوا عندنا واحد لو جونوم، جونوم دو 30 ans مثلا، عندنا واحد الشاب عمره 30 عام هو ديريكتور دون انتربريز ولا ديريكتور دون d'une école ou là chef un tout monia tchao ou là responsable dans une entreprise ou dans une société ou renatéo عطيت حتى عطيت لاج ديالو عطيت الاسم ديالو وعطيت المهنه ديالو لو ستاتي سوسيال ونقول انه مثلا كان انتيليجون وكان مثلا كان فوالا سوريون كان جويو يعني نعطي المميزات ديالو كان طويل كان قصير شعره كان بحال هكا شعره يعني نوصف المميزات الفيزيائيه ديالو ونعطي لي كاليتي مورال حتى هي يعني كان انتيليجون كان يعني كان كوراجو يعني كان سامباتي كان سامباتيك كان امباتيك اوسي كان يعني كي ايدي لي زوتر مثلا il conseille les autres pour réussir dans leur vie. هذه كلها دي كاليتي مورال اللي كان كيقوم بها الشخص هذا. اذا عرفنا دابا علاش هذا الدرس كان هنايا. اذا غنشوفوا دابا جو مونترين جو ريكونستيتو سو فورم دون فيش لي كاركتيرستيك دان بيرسوناج برينسيبال. يعني قال لك انا غندير واحد نكون واحد اللي هاد المميزات ديال الشخصيه الرئيسيه على شكل فيش. فيش هي واحد الورقة كناخدو بحال ديك الورقة المقوات اللي كنا كنديرو بها الكارني سميتها تحضيرة، ورقة ديك التحضيرة اللي عندها كروات كتكون بالغوز ولا الفيغ ولا الجون ولا عرفتي بيضاء ولا حمراء ولا صفراء ولا خضراء، كتباع ب 10 ريال في المكتبة، راه باقيين دابا. هاديك هي اللي كنديرو فيها لي فيش ديالنا ديال ان غومو، ملي كنقرا واحد الغومو كنكتبو لي فيش، كنشوفو شكون هما الشخصيات الرئيسية والثانوية وكنشوفوا هذا يعني شكون هو الكاتب وشكون امتى بوبلياها العام اللي تبوبليات والعام اللي كتب فيها هادشي كلشي كنعرفوا القصه باش نهار ملي كنشد ديك لي فيش كنقراهم كنعرف بان كلشي المعلومات ديال القصه كتبان ليا مختصره غير بليتيغي غير عارضه ورا عارضه كنفهم كلشي المعطيات تاع القصه الشخصيه الرئيسيه والثانويه والاحداث فين كدور والسنه اللي كدور فيها ولو طون مثلا واش كان جوغ ولا نوي ولا سوار فهمتي هادشي كامل كنكتبو كنكتب بعد لي زيفينمون الرئيسيه الاحداث الرئيسيه هادشي كامل كنكون فيش. اذا هنايا باش نكون فيش غادي نكتبو حنايا هادشي اللي هنايا غنكتبو لو برينو اي نو اج ميتي كاليتي فيزيك كاليتي مورال هو هاد الفيش اللي غادي نكونستخوي ريكونستخوي هو هذا غنكتب بحال هاد جوغوتيان غنديرها في فيش يعني هادو هو الشخصيه الرئيسيه اللي غادي نعتمدها في القصه ديالي انايا مع الاصدقاء ديالي في الجروب المجموعه ديالنا اللي غادي ياسسنا الاستاذ مجموعات ديال 4 ولا ديال 5 ولا ديال 6 تلاميذ غادي نكتبو حنايا في الفيش ديالنا هما هادو وغنعطيو هاد المميزات هادي ديال اللي ما غادي نبداو نكتبو القصه ديالنا لا نوفيل يعني القصه القصيره ديالنا هي بطبيعة الحال سو فورم دون برودكسيون كريت اللي ما كتوصلش ل 20 سطر بطبيعة الحال غادي يخليكم الأستاذ ملي كتكونوا كترينيو يعني كتدربوا على الكتابة كتبوا حتى جوج صفحات حتى 4 صفحات حتى قصة ماشي مشكل لكن في الفرض وفي الامتحان الجهوي غادي يطلب منكم أنكم تجاوزوا 15 سطر لأنك إلا كتبتي أكثر من 15 سطر ربما أنك تقدر تكون أوغ سوجي تو إكري أوغ سوجي وقدر يكون يعني هادو تقدر دير بزاف د الاخطاء اللي تكون تعود عليك انت بالخساره. الوغ نشوفو دوزيام كيسيون جي نيمير يعني اعدد لي فالور اومان بوزيتيف كو ريبريزونت ميشيل ستروغوف شنو هما لي فالور اومان اللي شلنا هي اللي قلنا هنايا قلنا لي فالور اومان قلنا ايل ديسيد يعني كيقرر ايل ديسيد تو دو سويت décide tout de suite ce qu'il doit faire يعني كيقرر بالزربه داك الشيء اللي بغى يدير ce qu'il doit faire ce qu'il doit faire il parle peu حتى هي
ça y est, mon méza, une sénia, il parle un peu. بلا ما بقاش يبافاردي كل نهار كل بقى يترتر يكون ترتار كيولي منبود من طرف الناس حتى من الاستاذ كيلقى شي واحد في القسم كيبقى يهضر كاع النهار ما كتكونش عنده دي فالور ايمان هذاك كيولي ترتار كيولي بالعكس دي ديفو ماشي كاليتي il parle peu fait peu de mouvement يعني بنادم ما بقاش يبوجي بزاف في القسم ما بقاش يبوجي في الدار كذا يكون مثبت شويه fait peu دو موفمون ملي تمشي عند الناس تريح وتثبت تمشي تبان فيك ديك الوقار يبان فيك ديك الاحترام والناس يحترموك في بو دو موفمون نحاول نبين هنا اوكي اون ايكوت سي شيف يعني كيتسنى حتى الرؤساء ديالو ايكوت سي شيف تسنى حتى الوالديك اللي هضروا معاك ولا شي حاجه تكون فيك هاد الحياه وتكون فيك الاداب sans rien dire بلا ما يقول حتى شي حاجه باش نحترموا المدير نحترموا الاستاذ ومن يهضر معاك بوك طلع لي فوق راسو ولا تهضر معاك ماما تطلع لها فوق راسها اوكي هادو دي فالور ايمان بوزيتيف ديال كور بريزون يعني هذا ميشيل ستروغوف اوكي il est sûr de lui واثق il est sûr de lui مزيان تكون عندنا الثقه في النفس مزيان اي سيغ دو لوي اي سي سو كيل وكيعرف اشنو باغي مزيان الانسان يعرف اشنو باغي في الحياه ديالو واش باغي ينجح في الاخر من بعد من الكاتريام ان شاء الله تروازيام اني باغي يمشي يدير ياخذ البكالوريا من بعد البكالوريا باغي يمشي مثلا يدير لاركيتكتور ولا يدير الميديسين ولا يدير لانجينيوري في واحد الدومين في الالكتريسيتي ولا في الميكانيك ولا المهم كل واحد يخصو يعرف اشنو باغي مستقبلا اذا نشوفو جوغي انفيستي parmi les titres des nouvelles suivantes من بين العناوين ديال القصص القصيره التاليه je souligne ceux qui renvoient à un personnage يعني نسطر على هذيك اللي كتريفيرينا يعني كنشوفو كنقولو هذه راها كتهضر على ان بيرسوناج لو فاغابون دو غي دو موباسون لو فاغابون شنو هي المتشرد يعني المتشرد يعني كيهضر على واحد الشخص ديال غي دو موباسون هذا واحد الكاتب كان توفى في 1800 وكذا يعني في البدايه القرن 19 لو فاغابون المتشرد اذا هذه غونفوا ان بيرسوناج حنا نسطروا عليها حيت هو قال لك سطر على هذا لو تيتر هو قال لك parmi les nouvelles suivantes je souligne ce اوكي انا نسطرت على كل شيء ولكن نسطر على سيدي على لو تيتر الا باش ما نخرجوش حنا على هذا لا كيسيون والكاتب ديالها راه هو غي دو موباس لو فاغابون لا بارور هو العقد ديال غي دو موباس وكتب لنا واحد القصه ديال العقد واحد لا نوفيل ديال واحد السيده بغات تحضر لواحد العرس يعني واحد الدعوه ديال المينيستير ديال الوزير حيت راجلها كان خدام تي ايكونوم وبغي هادي انا جبتها للتلاميذ ديالي وشفناها كامل في فيلم راه كاينه فيلم في اليوتيوب اللي بغيتو تبروبوزيوها على الاستاذ ديالكم يجيبها لكم وتفرجوا فيها نجيب داتا شو من الاداره وتفرجوا فيها غتعجبكم هاد القصه هادي انا كنت قريتها قديم وطبيعه الحال تفرجت فيها مع التلاميذ ديالي تفرجت فيها مع الاقسام اللي كانوا عندي كاملين زوينه يعني المهم غيجيب ليها ورده وواحد كان عندها واحد الفستان ديال العرس ديالها غيقول لها ديري هاد الورده هادي وحضري قالت لي ما يمكنش نحضر وانا غنديرها ورده ومرضه الديمو الورده الديمودات يعني ولا ستيل قديم شويه وهادي وغادي نلقاو يعني الزوجات ديال الوزراء وديال الناس الاكابر ديال البلاد وكلهم مهلين في راسهم وانا نديرها ورده اشنو غديري قالت لي خاصني نشري شي حاجه اللي ثمينه قال ليها وصاحبتك فلانه مدام الوازيل هي رسميتها مدام الوازيل يقول لها صاحبتك فلانه ياك لاباس عليها وكذا غتمشي عندها قالت لي واه قالت لي الله يرضي عليك قالت لي فكرتيني مشات عندها قالت لها انا محتاجاك ملي كنتي كتوريني داك الصندوق ديال المجوهرات اللي عندك اعطيني شي حاجه بغيت نحضر لواحد السهره جابت لي هذاك الصندوق اللي عندها صافي عطات واحد العقد بان لها واحد العقد قالت لي بغيت هذا قالت لها بغيت هذا في الاخر غيتوضر ليها وغتعاني وغادي يبقاو سنوات هما باش يخلصوا داك العقد لانه كان ندير الثمن غالي هي مابغاتش تقول لصاحبتها بانه توضر ليها
ومشاو كيخلصوا فيه في الاخر مني غيتقشفوه غيمشيو ياكلوه في السطوحه، وكتجيب الماء غير من الزنقه باش تصبان وباش تغسل المواعن. المهم غتولي شي بانيه وغيدفار غيقصاحو وغتوسخ وغتبهدل، وفي الاخر غيلقاو ان العقد غير مزيف، ماشي عقد صحيح. يعني كانت قصه زوينه. في الاخر غتقول لها لا، غتقول لها صاحبتها، قالت لها ديك راه اللي عطيتك راه ماشي عقد غالي، يعني فري راه غير نيكلاج، يعني غير فو باغيوغ، يعني ماشي فري باغيوغ. اذا هذا باغيوغ العقد، ماشي بيرسوناج. ياك لوم كي كونتي لي تران، الرجل الذي يحسب القطارات. اذا هذا بين من كيتكلم على بيرسوناج سميتو هو واحد الرجل. لا ميزون او دو اسكالي طبيعه الحال لا، لو فيولون دو كريمون طبيعه الحال لا، لو بورتري اوفال طبيعه الحال لا، لو شوفاليي الدوبل، الفارس المزدوج، الفارس المزدوج او المزدوج، وهذا اللي شفنا هنايا ديال غوتيي، تيوفي غوتيي لو شوفاليي دوبل. اذا عندنا بيرسوناج، ياك بيرسوناج يعني شخص، شخصيه. اذا عندنا ثلاثه، عندنا ا وعندنا سي وعندنا جي. Je propose, je propose aux membres de mon groupe un type de personnage principaux et qui convient à mon projet. Et dans le projet, les gens qui ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit le groupe, nous avons dit qu'ils ont 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 dit. يعني نتوما بروبوزيو اي شخصيه، بروبوزيو دري صغير، بروبوزيو مرا، بروبوزيو فارس، بروبوزيو مثلا اون في، مثلا بروبوزيو ان روا، بروبوزيو ان برنس، يعني داكشي كاع اللي كتفرجوا كتعرفوا في الافلام، بروبوزيو عسكري كما شفنا دابا ميشيل ستروغوف، اي شخصيه بروبوزيوها. لكن ما تنساوش هذا الفيش اللي كتبنا وتعلمنا اليوم انكم تبنيو عليه، يعني كتبوا الاسم واللقب ديالو ونديروا لاج ديالو، اختاروا اي لاج ونديروا الميتي، نديروا كاليتي فيزيك وكاليتي مورال. اذا كيف ما كتشوفوا وصلنا لنهايه الفيديو ديالنا، كنشكركم على المتابعه، وما تنساوش الله يرضى عليكم تبارطاجيو الفيديو مع اصدقاء ديالكم، لان الهدف ديالي هو ان كل شيء ينجح. ما تكونش اناني بوحدك وتبغي انت اللي تعرف القناه بوحدك وانت اللي تخرج وصحابك، لا، يكون فيك هذاك يعني الحس ديال البارطاج، ونبارطاجيو المعلومه بيناتنا يعني الاصدقاء ديالنا، ونجحوا كاملين ان شاء الله. وكون ان شاء الله غادي ناخذوا التوازيام اني غنجحوها، يعني التيرمينال ديال الكوليج، وغنمشيو للتيرمينال ديال الليسي اللي هو البكالوريا، وغنمشيو ان شاء الله لافاك اللي غادي يمشي لافاك، ولا كل واحد فين غادي يمشي. الله يسهل عليكم كاملين، لكن ما تحيدوش من القلب ديالكم ومن النفس ديالكم هاد لا كيسيون ديال البارطاج. Il faut avoir un esprit de partage. Il faut partager l'information avec les autres. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand vous voyez que vous partagez avec les autres l'information, il vous donne l'information facile. L'information va venir jusqu'à chez vous facilement. واش فهمتوا كيفاش؟ يعني انت ملي كتشوف الله سبحانه وتعالى كتبارطاجي وكتعطي ما عندك، الله عز وجل كيسهل لك الوصول الى المعلومه، وكيجيبها لك حتى للدار عندك، حتى لبلاصتك فين كاين نتايا. يعني الله عز وجل كيسخر لك الناس انهم حتى هما يبارطاجيو معاك المعلومه، ملي كتكون انت في واحد الضائقه، في واحد الشده، الله ما غاديش يتخلى عليك. اذا كنشكركم كاملين على حسن المتابعه، تبارك الله عليكم، والى فيديو قادم، والسلام عليكم.